السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأخ مراد بوتياب، رئيس جمعية نور السائق المهني بالمغرب. كنشكروا موقع نادور سيتي اللي جا زارنا في المقر ديالنا، وكنشكروا الموقع ديال عارفينو اللي جاو يغطيو هذا النشاط. هذا النشاط اللي أول مرة كتنظموا جمعية نور للسائق المهني بالمغرب، اللي جات واحد القافلة طبية من مدينة فاس فيها واحد العدد ديال التخصصات. كي كتشوفوا اللائحة حاليا واصلة أكثر من 120 شخص كيدوزوا على جميع الأمراض اللي فيهم، وكنتمناو إن شاء الله هذه القافلة تزورنا مرة أخرى. وفي نفس الوقت كنشكروا هاد الأطباء اللي صراحة تحملوا عناء السفر وجاوا البارح من مدن بعيدة لبلدية سلوان باش يديروا هاد النشاط هذا في جمعية النور للسائق المهني بالمغرب، مشكورين. وبالمناسبة غادي اللقاء ما غاديش يكون غير هنا في المقر ديال الجمعية في سلوان، بل غادي يكون في واحد العدد ديال المدن المغربية اللي منها بطبيعة الحال مدينة فاس ومدينة الدار البيضاء وربما مدينة أكادير إن شاء الله في المستقبل. الهدف ديال هذه القافلة أن واحد العدد كبير ديال السائقين كانوا كيتشكاو مثلا من بعض الأمراض، كاين اللي مريض بالكلاوي، كاين اللي مريض بالمصران، كاين اللي مريض في الحساسية ديال العينين. حنا سائقين مهنيين كنعانيو الأكثرية من العمود الفقري. الحمد لله الإخوان في القافلة الطبية تمكنوا أنهم يجيبوا واحد الدكتورة في المستوى عندها الطب العام. كي كتشوف تبارك الله المكتب عامر، الاخوان جاوا وما كيدوزوا كاملين على جميع التخصصات اللي بغاوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هذا اخوكم محمد غيشا سائق مهني من مدينه وجده، وحاليا نتواجد في مقر الجمعيه ديال جمعيه النور للسائق المهني بالمغرب. تحياتي لهذه الجمعيه اللي قامت بهذه المبادره واللي جينا استفدنا حتى حنايا انا عضو بعدا في هذه الجمعيه، والحمد لله زعما استفدنا بشي الحوايج اللي كنا كنفتقدوها في واحد السنين، والحمد لله بفضل ديال هذه الجمعيه ان شاء الله وفرت لنا هذه القافله الطبيه اللي جات يعني كتفحصنا يعني من جميع الامراض اللي فينا، والحمد لله استفدنا الكثير. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذه البادره تقوم ان شاء الله في جميع المدن ان شاء الله. هذه البادره راحنا بديناها ان شاء الله من مدينه سلوان، وان شاء الله غادي تكون ان شاء الله في مدن اخرى ان شاء الله باذن الله الا كتب الله.